بسم الله الرحمن الرحيم. الأول برحب حضراتكم في الكلية وبنعي ابننا محمد رضا الذي استشهد في الكلية الأسبوع الماضي. وبما إن إحنا في كلية هندسة فإحنا يعني الناس يمكن ملناش قوي في الخطابة وفي المؤتمرات الصحفية، فأنا عديت يمكن كلمة كده صغيرة ووزعتها على حضراتكم بتمثل الموقف اللي الكلية أخدته في هذا الاتجاه، وبرضو هقراها على حضراتكم. أول حاجة طبعا الكلية عملتها هي أنها أصدرت بيان بشأن الأحداث بيدين فيه انتهاك حرمة المؤسسة التعليمية وقيام بعض أفراد الداخلية بالاعتداء السافر على المتأكدين داخل الأسوار. وده طبعا يعني إيه الناس شافته بشواهد كثيرة. الحاجة التانية إحنا عملنا حداد في الكلية لمدة أسبوع وعطلنا الدراسة وعلقنا الدراسة في هذه المدة. الحاجة العملية بقى اللي عملناها ككلية وبالتنسيق مع إدارة الجامعة كانت أول حاجة توثيق الاعتداءات بشهادات الحضور. ما كانش ينفع إن إحنا نكتفي بأقوال ناس كده، ده قال وده سمع وده شاف. فاتعمل لجنة برئاسة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وحضور الإدارة القانونية في الجامعة وايضا حضور الزملاء اعضاء اتحاد الطلبه علشان يخدم اقوال الناس اللي حضروا. وتعجيلا لنتائج هذه اللجنه الاعداد اللي كانت متقدمه للشهاده كانوا يمكن فوق يمكن يقربوا على 100 واحد، ابتدى العدد نضغطه شويه على اساس ان اذا كانت في مجموعه 3 4 شهدوا نفس الاحداث يبقى واحد منهم كفايه يدلي بشهادته. وفي نفس الوقت اتعملت 7 لجان تحقيق في نفس الوقت علشان برضو تختصر العملية دي، وبالتالي تم تجميع الشهادات بتاعة المشاركين سواء كانوا أعضاء التدريس أو طلاب في يوم واحد. كل لجنة من اللجان دي كان فيها أحد من أعضاء الشؤون القانونية وأيضا عضو من اتحاد الطلاب. انتهت اللجنة دي من أعمالها، ثم الجماعة القانونيين انتهوا من صياغة هذه الشهادات بصورة قانونية، بقى هذا هو محضر التحقيق الإداري اللي وانا بكلم حضراتكم دلوقتي في وفد من الجامعه رايح يسلمه للنائب العام. الكليه حاولت ترد على بعض الحاجات اللي اتقالت في الصحافه والاعلام، ولكن برضو التواصل بامانه برضو ما كانش قوي قوي نتيجه ان احنا برضو تاني معلش يعني احنا مش شغلتنا قوي دي، لكن احنا حاولنا نعمل هذا. في نفس الوقت برضو ككليه احنا طالبنا قبل كده وبنستمر بالمطالبه بأن الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا أنه يتم الإفراج عنهم بضمان محل إقامتهم وبضمان الكلية بتاعتهم أو محل العمل بتاعهم علشان نقدر نحن يعني نطمن الناس. وتملي بدي مثل بأنه السنة اللي فاتت برضو حصل أن بعض الطلاب قبض عليهم في أحد الحوادث، ولما طالبنا بهذا الحقيقة نجحت المساعي بتاعتنا السنة اللي فاتت. فنتمنى ونرجو برضو ان احنا يعني ننجح في ان احنا نفرج عن هؤلاء الطلبة. انا مانيش جهة تحقيق وإدانة وما بقولش ان هم ما عملوش حاجة، ولكن الى ان ينتهي التحقيق اللي ممكن ياخد سنة واثنين وثلاثة برجو انه يتم الافراج عنهم بهذا الضمان، تأكيدا لان احنا حريصين على مستقبل الطلاب وحريصين على مستقبلهم الدراسي. الحاجة برضو اللي الكلية عملتها انها توجهت لرئيس الجامعة بمخاطبة الجهات المعنية بانها تفتح الطرق المؤدية للجامعة وتبعد الشرطة والجيش عن التواجد ملاصق للجامعة. والحقيقة اعتقد بالنسبة للشرطة ده تم فعلا، انه الشرطة ما بقتش ملاصقة للجامعة لانه نتيجة في الوقت الحالي وحالة الاحتقان اعتقد من الافضل ان يبقى في مسافة كده كافية بين الجهود بتاعتنا. أسفرت عن حاجة، أسفرت عن بعض الحاجات. أول حاجة أسفرت عنها هو استمرار التحقيق في قضية شهادة الطالب محمد رضا، لأن إحنا قدمنا أدلة وحجج بتؤكد أنه لا جايز الرؤية اللي اتقالت في الصحافة الكام يوم اللي فاتوا دول ما هيش رؤية مظبوطة، وبعض الأدلة والشواهد بعدد كبير من الشهود اللي تقدمهم بيقولوا رؤية مغايرة. وأعتقد أنه النيابة إن شاء الله هتبص لهذا وهتحاول توصل للحقيقة بعد معرفة المعلومات الجديدة. أظن في اجتماع حصل برضو مبارح مجلس أعلى الجامعات علشان يناقش الموضوع بتاع أمن الجامعات وإزاي إن هو يعني إيه يبقى في موقف أحسن
وانه المشكله اللي حصلت في الكليه عندنا نتمنى انها ما تحصلش مش بس عندنا ولا في اي جامعه ثانيه ان شاء الله. برضو الحقيقه الشرطه انسحبت من حوالين الجامعه يوم الاحد وايضا الجيش، بس اكيد حضراتكم عارفين انه للاسف لما حصل الانسحاب ده حصل برضو مشكله اخرى او حصل عمل تخريبي، فده برضو ادى للجهات مبرر انها ترجع تاني في مكانها. يعني احنا الحقيقه الموقف اللي احنا فيه ده موقف مهم جدا من الناحيه الانسانيه ومن الناحيه الاجتماعيه ومن كل النواحي، ولكن مهم جدا يا جماعه برضو ان هو ما يبقاش الهدف منه اي نوع من السياسه او التسييس. الحاجات اللي بتحصل عندنا جوه الكليه احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نستوعبها وان احنا نتحملها. على سبيل المثال مثلا بعض الطلاب امبارح اغلقوا باب مبنى الاداره، احنا بنحاول نعالج هذه الحاجات بهدوء وبحكمه علشان الامور ما تتفاقمش، علشان احنا بنؤكد ان احنا كلنا شركاء في سفينه واحده. كليه الهندسه جامعه القاهره من مصلحتنا جميعا انها تبقى بحاله كويسه، هذه السفينه يجب ان تستمر في مسارها ويتم هذا بالتوافق والتكاتف بين الجميع، اداره، اعضاء هيئه التدريس، هيئه معاونه، طلبه، اداريين، فنيين، وان الجميع يغلبوا المصلحه العامه على اي مصلحه شخصيه او حزبيه او فكريه. في بعض الناس بتحس ان في يمكن يكون في فجوه في التواصل بين ركاب تلك السفينه، وان احنا محتاجين نرعب الصدع ده او ناكد هذا التواصل، ودي طبعا يعني الكمال لله وحده. اذا كان فعلا هذا العيب موجود كلنا مسؤولين ان احنا نعالجه، وكلنا دي معناها اعضاء التدريس وطلاب وهيئه معاونه واداريين وفنيين، كل اجزاء الكليه نقدر نحاول نعمل كده عن طريق تواصل، عن طريق بيانات دوريه، عن طريق توصيل صوت الكليه للاعلام بشكل فعال. كل الحاجات دي نقدر نحاول ان احنا نعمل عليها علشان ناكد ان احنا كلنا في مركب واحد. هذا المركب الواحد مهمته الاساسيه هي الحفاظ على أمن وسلامة كل الموجودين في هذا المكان، وتعليم الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بطريقة مرضية، علما بأن هذا سوق العمل تنافسي بيتنافس عليه الجميع، مش بس هندسة القاهرة، ولكن هندسة القاهرة أنا طالب كويس، لا، لابد أن هذا الطالب يكون معد إعداد جيد. أنا بشكر حضرتكم على حسن الاستماع، وبستأذن حضرتكم، أنا هضطر أمشي حالا نتيجة كده ظرف طارئ، وأترك حضرتكم تستكمل المؤتمر. شكرا. والآن مع بيان الحركة الطلابية يقدمه الممثل الإعلامي لحركة طلاب هندسة القاهرة الزميل رمزي محمد، فليتفضل. السلام عليكم. قبل ما أبدأ بسرد أحداث القصة، قبل ما أتكلم عن أحداث يوم الخميس 28/11، أنا عايز أوضح بس نقطة مهمة أوي، هي إيه أهمية الطلاب أصلاً في الدولة؟ هي أهمية الطلاب وخاصة الطلاب الجامعيين في الدولة. من وجهة نظري المتواضعة، أنا شايف إن الطلب ده هو عصب الدولة، هو العمود الفقري لأي دولة متقدمة. الطلاب دول هم المستقبل، الطلاب دول هم الحاجة اللي أنت تقدر تبني عليها بعد كده. فأي نظام لا يهدف لمصلحة الدولة، أي نظام فاسد، أول حاجة هيبدأ يفكر فيها إن هو يكسر العصب ده. ليه؟ لأنه ما يهموش المستقبل، هو مش مهتم المستقبل بتاعك هيبقى فيه إيه، هو كل الحاجة الوحيدة اللي هي مهتم بيها كرسيه ومنصبه، الحاجة الوحيدة اللي هو مهتم بيها الكام يوم اللي هو قاعد فيهم في السلطة، مهتم بس ان هو يقضيهم كويس، بس ما بيفكرش في مصلحة الدولة دي. فبكل بساطة اكتر ناس ممكن تعاني من نظام زي ده هي الطلبة، لان اول حاجة بيحاول يعملها انه يكسر شوكة الطلبة دي، انه يكسر احلامهم واهدافهم. حتى مجرد فكرة بسيطة انه يروح جامعته في امان بيكسرها له. على مدار فترة طويلة كلنا عارفين ان هندسة من اكتر الكليات اللي عانت لحاجة زي دي، من قبل الثورة وظهرت جدا في الثورة، وبعد الثورة كلية هندسة من اكتر الكليات اللي عانت من القمع ومن الظلم. خليني اقول لحضراتكم يعني مظهر بسيط جدا فأسماء الشهداء والمقبوض عليهم من كلية هندسة. الشهيد محمد عبد الله، مدني 2013، مات في أحداث بورسعيد.
الشهيد مهاب صالح باور 2013 مات في أحداث بورسعيد. الشهيد عمر عزت مناجم 2012 مات في أحداث رمسيس. الشهيد عبد الرحمن أحمد مدني 2016 مات في أحداث رمسيس. الشهيد محمد صلاح باور 2016 مات في اعتداء البلطجية على إحدى المسيرات. الشهيد عمر فتحي اتصالات 2009 مات في أحداث 6 أكتوبر. الشهيد عبد الرحمن أحمد اتصالات 2016 مات في أحداث 6 أكتوبر. الشهيد إبراهيم عامر اتصالات 2017 مات في أحداث 6 أكتوبر. الشهيد محمود عبد الحكيم ميكانيكا 2014 مات في أحداث ذكرى محمد محمود. وأخيرا الشهيد محمد رضا عبد الجواد محمد رضا عبد المحسن باور 2017 مات يوم الخميس 28/11. هنستكمل بالطلاب المعتقلين. الطالب خالد الخطيب اتصالات 2014. الطالب عبد الله هلال بترول 2013. الطالب عمر خطاب باور 2016. الطالب محمد احمد طبيه 2015. الطالب محمد عبده اتصالات 2015. الطالب محمود سامح اتصالات 2015. الطالب حسام الدين مصطفى اعدادي 2018. الطالب احمد حسن مسعد مدني 2013. واخيرا الطالب عمر السباعي اتصالات 2017 وتم الافراج عنه منذ دقائق بكفاله 5000 جنيه. الأسماء كتير والقامع وارد بس مش كده. خليني أحكي لكم أحداث يوم الخميس 28/11. القصة هتنقسم لجزئين. الجزء الأول هو جزء أنا كشخص ما حضرتوش بس إحنا واخدينه على لسان الأربعين شخص اللي بيشهدوا في التحقيقات اللي دكتور شريف ذكرها. والجزء الثاني في هندسة، ده أنا حضرته بشكل شخصي وشهادة شخصية مني على الأحداث اللي حصلت داخل كلية هندسة. نبدأ اليوم. يوم الخميس بدأ زي أي يوم عادي، زي أي يوم عادي في جامعة القاهرة، محاضرات وسكاشن ومظاهرات. عادي جدا إن إحنا من أول ما بدأنا العام الدراسي والمظاهرات جزء من يوم. بنيجي كل يوم الصبح نلاقي طلاب ضد الانقلاب بيتظاهروا يا إما خارج الجامعة يا إما في داخل الجامعة، بس عمر ده ما أثر على حد، عمر ده ما عمل قلق، عمر ده ما عمل لنا مشكلة من بداية العام الدراسي وإحنا عايشين في حاجة زي دي. بدأ من الساعة 2:30 بدأ الطلاب ضد الانقلاب تخرج برا الجامعة. وقفوا في الصينية اللي قدام الجامعة، ابتدوا يتظاهروا، ابتدوا يرفعوا أعلامهم وشعاراتهم. بدأ من الساعة 3:15 الساعة 2:45 دقيقة بدأت قوات الداخلية تتقدم لمحيط الجامعة. بدأت في قوتين مركزيتين بتتقدم، قوة من ناحية شارع الجامعة المؤدي إلى ميدان الجيزة، وقوة تانية أكبر موجودة في شارع النهضة المؤدي إلى كوبري الجامعة. بدأت القوة اللي موجودة عند شارع النهضة بدأت تحذر الطلاب فعلا، وبدأت مطافي، عربية مطافي ابتدت تتحرك وابتدت ترش مية على الطلاب. بس في أقل من الطلاب ابتدت ترد، في الواقع الطلاب ابتدت ترد على عربية المطافي بالطوب، ده حصل. بس في أقل من دقيقتين عربيات المطافي انسحبت وبدأ ضرب الغاز على الطلاب. بدأ ضرب الغاز في البداية على المحيط الجامعة من بره. الطلاب ابتدت تنسحب إلى داخل نطاق الجامعة. ابتدت الطلاب تخش جوه الجامعة. بس الداخلية ما وقفتش عند كده. الداخلية ابتدت تضرب جوه الجامعة. جوه أسوار الجامعة. القنابل كانت بتضرب مباشرة داخل أسوار الجامعة. مش كده وبس. ابتدت تضرب خرطوش وابتدت تضرب حاجات تانية على الطلاب. داخل الجامعة. ده الجزء اللي بره الجامعه، الجزء اللي ملوش علاقه بهندسه، ده الجزء اللي احنا سمعناه من الشهود العيان
الشهود اللي حاليا بيتعرضوا لتهديدات، الشهود اللي حاليا معرضين لخطر. الجزء بشهادة خاصة مني بداية هندسة القاهرة. اللي حصل في هندسة القاهرة ان احنا قاعدين عادي جدا، الطلاب في محاضراتها في السكاشن عادي جدا او قاعدين في ساحة الكلية، فبدأت في ريحة غاز تخش على الطلاب في المدرجات وفي الساحة وفي كل حتة. فابتدت الطلاب في ايه؟ ابتدت تحصل حالات خناق ما بين الطلاب، ابتدت الطلاب تتوافد على الباب عايزين يعرفوا في ايه. ابتدينا نسمع ان الداخلية بتضرب غاز على الجامعة. ابتدى ريحة الغاز تخش على هندسة بشكل غير عادي، ابتدت الطلبة تحصل بينهم حالات اختناق، ابتدت الطلبة ترجع لورا، ابتدت تجري في داخل الكلية. مع العلم ان الباب الرئيسي للكلية كان مقفول، كان مفتوح بس، يعني انتوا لو انتوا داخلين من الباب الرئيسي انتوا هتعرفوا ان احنا عندنا بابين، باب كبير باب رئيسي، الباب الكبير ده للعربيات، وعندنا باب صغير تاني بيدخلوا منه الطلبة. الباب الصغير ده ما يدخلش اكتر من طالب او طالبين بحد اقصى، هو عرضه صغير جدا فما يدخلش اكتر من طالب او طالبين. فالباب الرئيسي كان مقفول والطلبه كانت واقفه ورا الباب، والباب الصغير بس هو اللي كان مفتوح عشان لو في اي طلبه بره نقدر ندخله. بدا الغاز يخش، زي ما قلنا بدا الغاز يخش على الطلاب، وبدا تحصل حالات اختراق ما بين الطلاب، ابتدى الطلاب ينسحب داخل الكليه. بعد كده ابتدى الجو يهدى شويه، ابتدت الطلاب تتجمع تاني ناحيه الباب، ابتدوا بعد العنف المستخدم من الداخليه. انتوا متوقعين ايه من الطلاب؟ متوقعين يعملوا ايه؟ ابسط حقوقهم، وده ابسط حقوقهم، ان هم يبتدوا يهتفوا ضد الداخليه. ابتدت الطلاب بشكل فعلي تهدف من داخل اسوار كليه هندسه، ابتدوا يهتفوا ضد الداخليه، ابتدوا يغنوا اغاني الالتراس، وده حصل. ابتدت القوه اللي قدام باب هندسه، احنا قلنا في قوتين، في قوه متمركزه في شارع النهضه وقوه متمركزه في شارع الجامعه. ابتدت القوه المتمركزه في شارع الجامعه ابتدوا يوجهوا سلاحهم ناحيه هندسه على سبيل التهديد، وابتدوا يشتموا الطلاب، وابتدوا يعملوا لهم اشارات مسيئه على سبيل التهديد. اللي حصل ان خرج حوالي من 15 ل 20 طالب، خرجوا مسافه من 5 ل 7 متر بره الباب. لو انتوا جايين من الباب الرئيسي فهتلاقوا ان احنا عندنا مسافه الرصيف، اخر الرصيف لحد باب رئيسي هندسه حوالي 7 متر. فابتدت الطلاب من 15 ل 20 طالب فقط، وانا كنت واحد منهم، ابتدينا نخرج بره الباب عايزين نشوف فيه ايه. ابتدينا نخرج من الباب الصغير عايزين نشوف فيه ايه. ما خرجناش اكتر من مساحه من 5 ل 7 متر، وعدد الطلاب لم يتجاوز من 15 ل 20 طالب، والناس اللي بره ما هتفتش ضد الداخليه، ما عملتش اي حاجه، الهتاف كان من داخل الكليه. الطلاب دول كل وجودهم بره كان بس انهم عايزين، عندهم فضول انهم يعرفوا ايه اللي بيحصل بره. بدات اول هجوم للداخليه، بدات جت مدرعه وقفت على الناحيه الثانيه من الشارع. احنا عندنا في شارعين، شارع قدام باب هندسه والشارع اللي هو الموازي ليه، الاتجاهين. ابتدت ابتدت المدرعه دي واقفه قدام على الناحيه الثانيه ناحيه الجامعه، الشارع اللي هو اللي مؤدي للجيزه. وقفت المدرعه دي، نزل منها من 3 ل 4 عساكر وقفوا قدام المدرعه، فابتدوا يوجهوا اسلحتهم ناحيه الطلاب اللي واقفين قدام هندسه، واقفين بشكل سلمي جدا. ابتدوا يشتموهم، ابتدوا يعملوا لهم حركات مسيئه، وفي حركه مبخته جدا جريوا ناحيه الباب. الطلاب واقفين والعساكر واقفين ومفيش اي حاجه، وابتدت العساكر تجري ناحيه الباب. طبيعي جدا الطلاب في حاله من الهرع ابتدوا يجروا ناحيه الباب، حصل تدافع على الباب، ابتدت الطلاب تقع، ابتدت الطلاب تدوس على بعض، منظر غير لطيف جدا. فاتحركنا ثلاث طلاب اتحركوا عكس اتجاه الطلاب. الطلاب بتجري ناحيه الباب، في ثلاث طلاب بيتحركوا العكس، ما بيتحركوش ناحيه الباب، لا بيتحركوا ناحيه الضباط. مش بهدف ان احنا نهجم عليهم او مش بهدف اي حاجه، لا الهدف بس ان احنا نامن الطلاب بتاعنا ونوقف الناس. يعني احنا بنقول لهم، احنا رافعين ايدينا وبنقول لهم بس يعني ارجعوا، انتوا بتهجموا ليه؟ احنا ما عملناكوش حاجه. هم خدوا ده على سبيل التهديد ورجعوا، رجعوا جري. العساكر جري التاني على المدرعه، وابتدت القوات اللي على شمالنا اللي واقفه في شارع النهضه، الواقفه في شارع في شارع الجامعه، ابتدت توجه سلاحها ناحيه هندسه وناحيه الطلاب، وابتدوا يقربوا جدا جدا من الباب، ابتدوا يطلعوا على الرصيف، ابتدوا يشتموا الناس، ابتدوا برد فعل عنيف جدا. حصل ان بدا الطلاب من هندسه وحالات فرديه، طالبين بدأوا يحدفوا طوب على الناس الداخلية اللي قربت. استنى التعامل مع الطلاب دول بشكل سريع جدا، ان احنا مش بلطجية. لو هم بيستخدموا نوع من العنف احنا ما ينفعش نرد عليهم بنفس العنف، ده مش اسلوبنا، دي مش طريقتنا. فتم التعامل مع الطلاب بشكل سريع جدا، ان احنا ما ينفعش نعمل حاجة زي دي.
فيكاد يكون ما تعداش، هم كانوا طالبين وما تعداش اكتر من 5 أو 6 بطل اللي اتحدفوا، وبعد كده وقفنا الطلاب دي ورجعناهم، رجعناهم ورا خالص بعيد عن الباب جدا. بدات الداخليه ترد مش بس بالطوب، لا بداوا يردوا بالطوب، بداوا يردوا بالغاز داخل اسوار الكليه، بداوا يردوا بالخرطوش، وايوه خرطوش، لا هو رصاص بيرسع ولا هو مطاطي ولا هو صوت، لا خرطوش واثاره واضحه. بداوا يضربوا خرطوش داخل الكليه. الخرطوش ما كانش بيتضرب بشكل تحذيري، ما كانش بيتضرب على القدم. الناس الداخليه عارفه ان هم لما بيفرضوا ان هم يضربوا خرطوش يضربوه بشكل تحذيري على القدم في مستوى القدم، لا ده كانوا بيضربوه في مستوى الجسد، فالهدف الوحيد منه هو قتل الطلاب. وكانت النتيجة استشهاد الطالب الشهيد محمد رضا أولى باور، إصابة الطالب جمال الدين عصام بخرطوش في الرقبة ومؤخرة الرأس، إصابة الطالب علي علاء بخرطوش في العين، إصابة الطالب محمود معز بخرطوش في الوجه، إصابة الطالب حسين سويدان بخرطوش في الذراع، إصابة الطالب مصطفى سليمان بخرطوش في الذراع، وإصابة الدكتور محمد العيادي بخرطوش، معتز العيادي بخرطوش في الصدر.